في السنافور بي او بغي ممكن تقول لنا كيفاش الطريقه اللي كان كيتجمع بها النقاط؟ لان قال لك الا خرجتي واخا تخسر تاخذ نقطه ولا ربحتي تاخذ جوج نقاط. لا كانوا حنا تيعطيو ثلاثه نقاط انتصار تعادل جوج في الخسران نقطه. اذا المصل كان تا خسرات غتبقى البطوله كاين نصدمو في التيران وكذا باش ما غنديو نقطه غنديو البطوله والوداد غطيح. الوداد خسر 4 نقاط باش ما طيح وضحات المغرب الفاسي. هذه كلمه الانصار تاع الوداد باش يعرفوا انا داك الناس تنحييهم وتنحترمهم وداديا الناس قوانيه ونقيين وضحينا. وكنت انا في الدار البيضاء في 71 72 كان عندي العمل تم وتنجبدوا هذا الشيء كيف تقول لهم المغرب تيصل المغرب الفاسي فارق تعاليق وراه ضحات راه ماشي فكار علاش ما جاش الكار ما بغاش يحضر باش ما طيحش الوداد الدوزيامات. هذا غتعطيه لي الشهاده من عندك مباشره ويبقى مشجع. الله يسمح له حميد الهزاز الله يرحمه ما قالش الحقيقه اللي جابوه اللي كانوا تيديروا ذاك البرنامج راه قطعوه. المهم برنامج اذاعي ولا تلفاز احمد سيما محمد سيما غادي تنسى لي الاسم ديالو سمحوا لي مع السم وجابوا حميد الهزاز الله يذكره بالخير الله يرحمه وما قالش الحقيقه. حنا هذه تحيات سمعوها انصار المغرب سمعوها الشباب. حنا ضحينا بالبطولة من أجل ما طيحش الوداد واللي قال شي كلمة أخرى راه كذب. حنا كنغنصدمو في التيران نديو البطولة غادي غنديو حتى العلاقات ما بين المكتب المسير مع مقوار ومع هذا المسير كانت العلاقات كثار وخاصة سياسية وكذا. المهم الماس ما حضرتش للدير وقال واحد الكلمة قال لهم الفلوس قال لهم الماس كانت عندها الفلوس أحسن من الوداد. هذه حميد العزاز قال ذاك البرنامج.